اول حاجه هنحتاج لحمه. اللحمه ناخد لحمه اللي هي دي الملج او اللحمه اللي بتبقى مدوره وفيها العظم، مش عارفه اسمها ايه، بس هي الموزه يعني بتبقى لزجه كده، بتحس انها لزجه. هناخد بصل دواير، طماطم متقطعه برضو دواير، بصل مفروم، بصل مفروم يبقى ناعم جدا كمان، يعني غير البصل الدواير هناخد بصل مفروم ناعم. هناخد عواد قرفه، هناخد قرفة باودر غير العواد برضو بتاعة القرفة، جنزبيل وسكنجبير، زعفران، والزعفران برضو هنحط زعفران شعرف شوية مية كده دافيين ونخليه ننقعهم فيه عشان هنستعمل المية بتاعته والملح والفلفل وزيت الزيتون. الطاجين ده أصله مراكشي، يعني خلينا نبتدي دلوقتي وإحنا بنعمل الطاجين بتاعنا. الطاجين ده أساساً أصله طاجين مراكشي، بس كل المغرب بصراحة بتعمل الطاجين ده لأنه طاجين حلو، يعني يتاكل طعمه بيبقى حلو جدا ولحمته بتبقى حلوة جدا، بيتعمل باللحمة ما ينفعش نعمله بالفراخ. هناخد اللحمة والبصل مرة واحدة. هو المفروض الطبيعي بتاع الطاجين اللي هو الطاجين هذا، احنا ما بنسخنش الزيت قوي، بنسخن الزيت حاجة بسيطة، وفي ناس ما بتسخنش الزيت خالص. هحط اللحمة، اللحمة لازم تبقى عندي كبيرة مش صغيرة بالشكل ده، وابتدي أشوح فيها. هنبتدي نشوحها بالشكل ده بس بطريقة بسيطة، وهي بتتشوح أنا هبتدي أحط في التوابل بتاعتي على طول، مش هستنى. هاخد عواد القرفة وهقسمهم، هاخد زعفران باودر، يعني كل التوابل بتاعتي بحطها في الأول، بسيب شوية بس جنزبيل وقرفة. يعني حطيت الجنزبيل بتاعي، المقادير بالظبط أو المعيار بالظبط هتلاقوه عندكم على الشاشة. هسيب شوية جنزبيل، هوريكم هعمل فيه إيه دلوقتي. هاخد شوية قرفة، القرفة ما تكتروهاش الباودر، لأن احنا اوريدي حاطين القرفة عواد أو العود بتاع القرفة. هاخد مع الجنزبيل اللي أنا حطيته ده، هاخد معاه رشة بسيطة، يعني حاجة بسيطة جدا، قرصة قرفة كمان وخلاص. ونحط الملح والفلفل بتاعنا ونبتدي نقلب في الحاجة في الطاجين بتاعنا. زي ما قلت لكم ده المفروض يبقى طاجين مغربي، مش طاجين مش صينية، بس ممكن نعمله في الصينية بما اننا هنا في مصر وممكن ما يبقاش متاح الطواجن. خليني هبتدي اقلب فيه. العسل عايزة اقول لكم بيديها نكهة حلوة جدا، انتوا ما بتحسوش بالعسل خالص، ما بنحسش بطعمه، ما بنحسش انه مسكر، كل اللي احنا بنحس فيه انه بيدي اللحمة كده، زي عارفين الموزة لما تبقى مستوية قوي تحس انها كأنها بتشد معاكم زي اللبانة وبتدوب في نفس الوقت، هو بيديها الاحساس ده. بس حلاوة احنا ما بنحسش بحلاوتها خالص، يعني ابدا ما تتخيلوش عشان احنا حاطين سكر فهنبقى حاسين بالعسل او بطعم السكر فيها، نيفر. عملنا كده، عملنا العسل، هنخليه خليني اعلي عليه، هخليه يعني اول ما احس ان العسل بتاعي خلاص هعمل كده هلفه. طبعا زي ما قلت لكم كان نفسي اعمل ده في طاجين وده في طاجين، بس للاسف اللي متوفر عندي الطاجين اللي ينزل على الميه او ينزل على البوتاجاز سوري على النار وما يحصلوش حاجه، هو ده بس كده لا اقل ولا اكتر، هو ده كل الموضوع. بعد ما تبتدي تاخد معانا غلوة مدة 5 دقايق، العسل نزلنا العسل، لحمتنا سوت، نزلنا العسل، غلي معانا 5 دقايق، بصوا بيبتدي يعمل ازاي. هقول لكم هو ده السر بقى في انه اسمه طاجين مقفول، بنقفله تماما بالبصل، ما بنسيبش فيه اي حاجة زهرة بالشكل ده، عشان كده بنسميه طاجين المقفول. طبعا في المغرب طواجن واشكال كتير، خليني اوطي عليه، نوطي عليه على نار ضعيفة جدا. هرجع واقول لكم انه احنا الطواجن دي احنا بنعملها على الفحم كلها او اغلبيتها بتتعمل على الفحم، فبيبقى الطعم طبعا تماما مختلف تماما. اوكي هنبتدي نغطي الطاجين بتاعنا،
عشان يبقى الطاجين مقفول، اللي هو مقفول. مقفول بإيه؟ مقفول بالبصل، وهنزود كمان الطماطم. بس أنا مش هكتفي بالبصل ده غير لما ألاقي الطاجن بتاعي كله خلاص مفيش أي حتة ظاهرة منه فيها لحمة، والطاجن يبقى دواير، يعني البصل يبقى معايا دواير، ما يبقاش يبقى بالشكل ده، يعني ما يبقاش شرايح، يبقى دواير بالطريقة اللي أنا عاملاها بيها دي. عايزة أقول لكم البصل بيطلع زي السكر، يعني البصل بيطلع حلو جدا، حتى اللي ما بياكلش بصل هياكله بالطعم اللي بينزل في الطاجن ده، بيديه طعم رهيب بصراحة. التوابل، البخار بتاعها، التسوية، طبعا احنا عارفين الطاجين المغربي بيسوي كله يعني مع بعضه، فبيدي طعم حلو جدا، طعم هايل بصراحة. طيب زي ما انتم شايفين احنا قفلنا الطاجين وما خليناش اي متنفس ليه للحمه خالص. هناخد مطيشه اللي هي الطماطم ونبتدي نعمل، مش هنقفلها للاخر خالص، يعني ركزوا معايا احنا مش هنقفل الطماطم للاخر، بنعملها بالشكل ده. نفس الموضوع، اهم حاجه يبقى نحس انه عندنا سطر من البصل كده، وسطر يعني دايره من البصل ودايره من الطماطم. عايزه اقول لكم فعلا طاجين ده ممكن نعملها صينيه، يعني ممكن لو حابين تعملوها صينيه اعملوها صينيه. انا كمان بعمل فيه حاجه، لما بعمله كده وببقى في البيت عندي بقوم مدخلاها الفرن، بياخد كده لمعة من فوق، بيبقى حلو جدا، بيبقى طعمه برضو حلو جدا، ما بيفرقش كتير في الطعم، بس يعني أنا بحبه كده بصراحة. بصوا بنغطيه ازاي بالطماطم من فوق، وهذا هو الطاجين المقفول بتاعنا. طيب خليني أكتفي بالقدر ده من الطماطم.